أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في استوديو العرب. معايا النهاردة الأستاذة خبيرة الطاقة، الأستاذة سلمى رضوان. أهلا بيكي أستاذة سلمى، منورونا. أهلا بيكي أستاذ مبروك. ومعانا الباحث الاجتماعي أستاذ سعيد العربوي. أهلا أستاذ سعيد، منورنا النهاردة. منور بيك ومنور بالمشاهدين الكرام. أعتقد إن الحلقة هتبقى سخينة النهاردة، إن إحنا بنتناول ملف كبير جدا يهم شريحة كبيرة جدا من الشعب المصري والمواطنين والأطفال. أطفال مصر. أكيد. إحنا النهاردة بنتكلم عشان خاطر أطفال مصر. أكيد. طبعا كان في الفاصل الحقيقة شفنا دموع العديد من الآباء، أستاذ حلمي بكر الملحن الكبير هو بيتكلم في مأساته، ما بيشوفش بنته على مدار سنتين. بنشوف نماذج عديدة كبيرة جدا، 12 مليون طفل أبناء شقاق ما بيشوفوش أبوهم، قانون الأسرة وقانون الطفل. فتحنا الملف سابقا وما زلنا نتحدث في ملف الأسرة وقانون الأسرة. أستاذ سعيد، الحقيقة احنا شفنا الفترة اللي فاتت وعلى مدار عام كامل شد وجذب قضايا وأحكام وحكم لم ينفذ، والحقيقة في خلال 24 ساعة احنا عندنا جلسة يوم السبت الحقيقة اتأجلت مرتين قبل كده عشان خاطر الاستضافة. من حق كل أب ومن حق كل أم إن هي يرعى، الأب يرعى أبنائه والأم ترعى أبنائها. من حق كل أباء الأبناء حتى في ميثاق الأم المتحدة بيعطي في المادة 41 حق الأبناء في رعاية مشتركة ما بين الأب وما بين الأم. أستاذ سعيد، عايزين ناخد في السوري عام قبل ما نرجع فلاش باك لورا. قانون الطفل البرلمان الماضي كان المفترض النائب السابق دكتور محمد فؤاد ان هو قدم المشروع، ولكن تاخر دوره في اثنين في ثلاثه دوره برلمانيه، وفي الاخر لم يناقش القانون. نتكلم كده بشكل او باخر. طبعا احنا حلقتنا عشان خاطر اطفال مصر، ابني وابنك وابن وابنائنا كلنا، جيل المستقبل للبلد دي. بكل تاكيد ليس عشان خاطر الاب او عشان خاطر الام، وليس الطرف، احنا مش مع طرف دي طرف اخر تماما، احنا مع الابناء. قول لي كده يا استاذ سعيد، الفتره اللي فاتت على مدار العام الماضي الكواليس المحاكم والاحكام واحكام الاستضافه، الحقيقه قضاء مصر العظيم، قضاء مصر العظيم اللي في معانا اكتر من حوالي 46 حكم استضافه، ان الابناء يشوفوا ابائهم في البيت 24 ساعه او 48 ساعه. كلمني استاذ سعيد كده، الحقيقه انت جوه المطبخ يعني، فكلمني كده بشكل او باخر ايه الفتره اللي فاتت وايه اللي محتاجينه الدوله عشان خاطر نرعى اطفال مصر بشكل او باخر. اتفضل يا فندم. هو بالنسبه للمستهدف ان يكون في استقرار اجتماعي في للمجتمع كله، نقلل نزيف الطلاق، فبالتالي تقل مشاكل الرؤية، تقل مشاكل الاستضافة، تقل مشاكل الأمهات نفسها. أنا صعبان على المرأة المصرية لأنها مكبلة بأغلال ما يسمى حضانة النساء للأطفال حوالي 15 سنة من العمر، تمام؟ دلوقتي حضرتك لو إحنا خفضنا سن الحضانة هيكون في حاجة مقابلة، اللي هي إن بدل ما الطفل عايش مع الأم 15 سنة هيعيش 7 أو 9 سنين مع الأم و7 9 سنين تانيين مع الأب. يبقى كده وزننا ما بين الموضوع. الخلل جه من حاجه، ان الماده 20 من قانون 25 صادر سنه 24 تقريبا من ايام الاحتلال البريطاني، ده للعلم صادر بمرسوم ملكي من ايام خلينا عشان خاطر نستفيد اكتر بالوقت، خلينا نتكلم في الفتره الماضيه، السنه اللي فاتت والاحكام الاحكام الماضي القريب. في احكام ظهرت بالرؤيه 24 ساعه كل اسبوع، وفي احكام ظهرت بالرؤيه 24 ساعه كل اسبوعين. جميل. وفي 24 ساعه كل شهر. اهم في الموضوع ان الاحكام دي يعني القضاء راجع فيها واستند على حكم تاريخي. أنا أتشرف إن انضميت إلى جانب الأستاذ حمادة محمود إبراهيم النجار، رفع القضية بشكل شخصي، أنا انضميت معاه، في ناس تانية انضمت معاه، الحكم ده بقى مرجع لقضاة محاكم الأسرة. جميل. الحكم ده لغى قرار صادر من وزير العدل الأسبق رقمه 1087 لسنة 2000، ده كان بينظم
آلية تنفيذ أحكام الرؤية. وتحترم طبعا أحكام القضاء، تحترم طبعا بكل تأكيد. الفكرة في إن أستاذة أستاذة هرجع لك تاني الحقيقة أستاذ سيد. أستاذة سلمى الحقيقة بالنسبة كحضرتك طبعا شغالة في خبير الطاقة، بالنسبة للدروبات اللي بتحصل للأطفال، النواحي الإيجابية والسلبية، أنت بتطالبي بإيه عشان خاطر يطلع طفل سوي، سواء للمجتمع أو سواء سواء للأسرة؟ ما هو الأسرة البيت الصغير، الوطن هو البيت الكبير. إيه المطلوب عشان خاطر أطفالنا يطلعوا أطفال أسوياء؟ هو اولا حفاظا على الصحه النفسيه للطفل، لازم الاب والام تنشا ما بينهم صداقه، ولازم يتجنبوا المشاكل اللي بينهم وما تبانش قدام الطفل، ولو حصل انفصال والحياه بقت مستحيله خلاص يتجنبوا ده، بس ما يعني ما يبينوش ده قدام الطفل، لان ده بيأثر عليه بعد كده في مستقبله. طب بيطلع احنا لو عدينا طفل غير لو احنا سوي. خدنا لو خدنا النقطه دي وعديناها وحصلت المشكله والنصيب انقطع وما بقاش فيه ما فيش علاقه زواج، بس بقى فيه اطفال، ازاي نحافظ على الطفل الموجود بشكل او باخر من الناحيه الايجابيه او السيكولوجي؟ من الناحيه الايجابيه ان احنا ندعمه نفسيا ونعزز عنده الثقه بالنفس، وان احنا نحتضنه، وان احنا لازم يعني هيبقى ضعف الاهتمام سواء من اتجاه من ناحيه الاب او من الام. شيء جميل. بلس حاجه تانية ان احنا لازم طول الوقت بنتكلم على يعني على المميزات اللي في الاب، الام تتكلم عنها، ما تحاولش انها تشوه صوره الاب، لا ده الاب ده يعني ابوه، فهو مش هيتملص منه او مش هيشيل اسمه من البطاقه. دي نقطه مهمه جدا استاذ سعيد الحقيقه، تشويه صوره الاب، يعني الحقيقه خبيره الطاقه الاستاذه الحقيقه بتتكلم في نقطه مهمه جدا. شايفين الفتره اللي فاتت وعلى مدار عام كامل الولد بيروح يشوف ابوه في مركز الشباب في مكان غير ادمي، مكان عام في مكان محدد، ما يقدرش ياخد ابنه مثلا لو الطفل تعب اثناء تنفيذ الرؤيه اللي هي الثلاث ساعات، لو الاب عايز ياخد الطفل يوديه مستشفى قد يتهم بانه هو خاطف الطفل وهو واخده يوديه مستشفى، لو الولد جات له زايده دوديه اثناء الرؤيه او لو وقع اتعور اثناء الرؤيه وهو بيجري وراه، طبعا احنا شعبيا كده بنطلق عليها ايه، جنينه القرد او خرابه الرؤيه، ده المسمى البديل. طيب البديل البديل ان الرؤيه تكون بضوابط وبمحاذير وبعقوبات تخلف على الطرفين، نعم، عشان ما فيش واحده تقول لا ده الاب هياخد الطفل وما يرجعش. انا حاطط ضوابط قاسيه جدا على الاب قبل الام، وحاطط ضوابط قاسيه برضك على الام اللي ما تنفذش الحكم. طب من خلال المعطيات الماضيه احنا ما عندناش بدائل اخرى لقانون الرؤيه يلزم الطرفين ان الابناء تبقوا تحت رعايه الاب ورعايه الام؟ محتاجين اولا شق اخلاقي لدى الطرفين اللي هم الام او الاب، ان هم يجنبوا الاطفال للمشاكل اللي بينهم وبين بعض، ولكن لما اقعد طفل 15 سنه مع الام لا يرى الا ابيه فقط لا غير، على مدار 15 سنه هنلاقي المجمل 90 يوم. بمعنى نفصلها كده 90 يوم دول يعني تقصد ان اسبوعيا 3 ساعات اسبوعيا؟ مجازا انا بشوف طفل كل يوم جمعه 3 ساعات، نعم، على مدار 15 سنه سن الحضانه هجمع الثلاث ساعات دول هلاقيهم 3 شهور. طب ده شيء مؤلم جدا يعني مين يا استاذه الحقيقه سلمى، مين هيدي الرعايه او هيدي الارشادات، او ازاي الاب ليه دور كبير جدا في تربيه الولد وتنشئه الاطفال؟ مع للاسف ان الاب والام بيندوا مع بعض، ويعني انا مش عايزه انحاز لطرف، بس هي دايما الام بتبقى واخده يعني جانب كده ان هي بتشوه صوره الاب، وده مش مطلوب، وكمان مطلوب اعلاميا ومطلوب في المدرسه يعني تربويا ان هم يبقوا فاهمين ده، والانفصال ده شيء مش اخر الدنيا، يعني الانفصال ده حاجه عاديه، يعني المفروض ان هو يتعامل مع ده، لان بعد كده بيعملوا رواسب وبيعملوا. هل مطلوب يا استاذ بيملاه طاقه سلبيه قبل عدواني. قبل الدخول في مشروع الزواج، هل مطلوب من الطرفين يتم الكشف عليهم بشكل او اخر سيكولوجي او نفسي؟ ده مش عيب، ده بيحصل في اوروبا الحقيقه، ان هم قادرين على يبقى في ابناء وفي تربيه سويه ولا لا؟ هل احنا ممكن ده يحصل في بلدنا ولا صعب؟ لا مش صعب، ده اكيد ده دلوقتي بقى فيه دوت، بس هي الفكره ان انت عشان تجيب اتنين بيرتبطوا ببعض، ففي الاول بيبقى فيه الجانب الحلو، بس الحياه بقى والضغوطات يعني النفوس بتتغير، ده طبيعي جدا، ما حدش بيفضل على حاله، ففي حد بيقدر يكمل وفي حد ما بيقدرش يكمل،
وبيحصل طبعا حاجات كتيره بقى، يعني اختلافات في الثقافات، اختلافات في حاجات كتيره جدا. ممكن الجانب المادي يبقى مش مغطي فيحصل تفكك اسري، ممكن الزوج يبقى مخدرات مدمن، مش ما عندوش مسؤوليات، مش متحمل المسؤوليه، فالام بتبقى عليها الشق الاكبر، فخلاص بقى يعني الكيل بيطفح بيها، بتلاقي نفسها ان هي حتى نفسها بتضيع، هي بتضيع في النص، مش عارف، مش لاقيه، مش عارفه نفسها فين. هي استاذ سعيد عندها تعقيب على النقطه دي. ايوه، هي اب وام وكل حاجه، والاب مش موجود. طيب فبتضطر ان هي تنفصل، لان دي الحقيقه صوره على الشاشه، كان في صوره الحقيقه ولد والده توفى وشايل النعش بتاع ابوه، فالمطره مطرت الحقيقه، فالحقيقه فاخر مشهد وهو شايل الاب بيحتمي بابوه وهو شايل الخشبه النعش بتاع والده. نرجع في تعقيب على الدكتور، على كلام الاستاذه، هو ما فيش احصائيات رسميه بتقول في كام مدمن وفي كام غير مدمن من المطلقين او من اللي انفصلوا عامه، ولكن في احصائيات رسميه في جنرال بقى العصبيه، في احصائيات رسميه من جهات حكوميه، والاحصائيات معايا اثبتت ان في حوالي اكتر من 20 او 25% من المدمنين سيدات، فالادمان موجود في المجتمع. دي احصائيه رسميه ولا احصائيه رسميه ومعتمده في اي جهه فنيه؟ تمام، موجوده في الشؤون الاجتماعيه. تمام. هنشوف معدل الجريمه، هنلاقي ان معدل الجريمه اغلبه تحت سن 15 اللي هو سن الحضانه. ايه ده اللي انا بسمعه؟ طب هل ده يدعو الحقيقه على فكره؟ هنلاقي ان 84% من، طب لو هو شخص اصلا لا يعاشر، طيب غير آدمي، هل ما اكتشفناش الكلام ده غير بعد بيغير منها الكلام ده لما يكون الطلاق بعد فترة طويلة من الجواز؟ لا الكلام يعني ده لما يكون بعد فترة حاجة طويلة من الجواز أو فترة قريبة. احنا لما بنمسك إحصائيات الحكومة اللي هي الإحصائيات الرسمية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مش في قد كده حالات طلاق، لا، ما أنا لازم أفصص وأقسم الحاجات دي، أفند الإحصائية نفسها. 84% من حالات الطلاق خلع، يعني الطلاق منفرد بإيد الزوجة. حصل إمتى؟ في اول سنتين او ثلاث سنين زواج. انا اعتقد انا معايا احصائيه رسميه من قبل الدوله، 2018 حالات الطلاق حوالي 33%. احنا 2019 الاول عربيا. احنا دخلنا، استاذنك يا استاذ سالم بعد اذنك بس نكمل بس النقطه دي عشان ندخل بعد كده النقطه الاخرى. بالنسبه للاحصائيه 2019 احنا تعدينا 46% حالات طلاق، بقينا مركز الاول عربيا، ولازم يبقى في تشريعات اني مش يلا بينا نتطلق يلا نتطلق، ولو اتطلقنا زي ما الاستاذه بتتكلم احنا انفصلنا خلاص، في مشروع اخر معانا، في مستقبل أبني قبل ما يكون جانب قانوني. بالظبط كده. في بعض الريف والقرى والنجوع، ما في الصعيد في دلتا الريف، بنلاقي ان في ناس بتقعد وبتتطلق على الحصيره بالبلدي كده بلغه الفلاحين، بيقعدوا يتفقوا خد اللي انت جبتيه وهو ياخد اللي جابه، والطفل عايش 4 ايام مع امه، يومين مع الاب، وهكذا. طب ده شيء جميل جدا. عرف ده كان عرف فينا احنا كمصريين، ده شيء جميل جدا كمجتمع. تمام يا حبذا لو ده يبقى قانون، لان في طرف بيستقوى على الاخر بالقانون. الا وهو بقى المراه يعني؟ مش قصه الا وهو المراه، لا، حضرتك بتقول ان بيها كده من الواقع العام. النسبه الاعلى في اللي بياخدوا مخدرات المراه، والنسبه اللي بتقل جرائم القتل، انا قلت حوالي 20%. قلت حوالي اكتر من 20%. انا هقول لحضرتك النسبه الاعلى نتجاوز نسبه الطلاق بتتم لعدم تحمل المسؤوليه من الرجل، ان هو ما بيصرفش على بيته. طيب كلام جميل. وان هو ما عندوش مسؤوليه. انا هسمعك للاخر. طيب يعني الست نفسها، دايما بنقول حق المراه، ما حدش اتكلم في واجبات المراه. في قول مقصور عن فضيله الدكتور احمد كريمه، وده رايه يحترم جدا وبعتز بيه على المستوى الشخصي قبل ما يكون على المستوى الرسمي، قال نعلم الست ازاي تحافظ على بيتها بان احنا نربيها كويس في بيت امها وابوها. استاذ مبروك كان بيقول ليه ما يكونش فيه كشف سايكو على الناس قبل ما تتجوز، وده معمول كبير في بعض الدول. ده لو اختلفنا يكمل احنا طيب كمجتمع. هقول لك بس حاجه، انت كده بتتهم ان هو بيتجوز مراه مش متربيه. لا يا فندم، هو معلش سيكولوجيا وكلام، هو معلش. عايز اقول لحضرتك ان حضرتك يعني اسالي اي واحده مقبله على الزواج قولي لها هدفك ايه في الزواج. كرم المراه. كلام جميل. والمراه دي يعني حقوق المراه محفوظه في كتاب الله وسنه رسوله من 1400 سنه من قبل احنا. ايوه، طب هات لي بقى الراجل اللي يشيل حقوق
المرأة ويقعدها في البيت ويجيب لها شغالة ويجيب لها العربية ويجيب لها سواق ويجيب لها كل حاجة وسيبها ما تتبهدلش تطلع تشتغل. أستاذة سلمى، أستاذة سعيد، أستاذة سعيد بعد إذن حضرتك، أستاذة سلمى احنا خدنا الموضوع لمنعطف تاني خالص. احنا بنتكلم يا فندم، حضرتك دلوقتي هو بيتكلم احنا الحلقة النهاردة الإحصائيات كلها بتتكلم إن المرأة مخدرات. ما قالش ده يا فندم، ما قالش ده، هو قال نسبة يا فندم، ما قالش يا فندم. لو عملنا إحصائيات أستاذة سلمى، أستاذة سلمى أنا مش جايبها من عندي. أيوة في اختلاف فكري، لما يكون في 84% ممكن يتجوزوا بقى يعني بصفة، مع العلم إنه يعني يا أستاذ سعيد بعد إذن حضرتك ما حصلش، حصل ما حصلش نصيب خلاص. احنا بنتكلم بقى الطفل بقى دور الطرفين تجاه هذا الولد او البنت، ايه الدور الايجابي يعني حضرتك؟ طبعا الدور الايجابي ان انا اعمل للطفل دعم نفسي. بالظبط، الدعم النفسي ده يبقى عن طريق المشاركه، احنا الاثنين كاب وام نشارك بعض في ان احنا نطلع النشء ده يطلع للمجتمع سوي نفسيا. كلام محترم جدا، تمام. معلش ثواني بعد اذنك يا مستر، حضرتك دلوقتي في ابن وبنت بيتربوا يتما وبيطلعوا اسوياء على فكره. جميل، عادي جدا. انا اتربيت يتيمه وطالعه سويه جدا، وعندي في عيلتي يعني الحمد لله. خلينا الفكره في الوضع الكويس، الفكره في التربيه. لا انا اسفه، معلش التربيه، ما هي التربيه عشان هو بيقول لك المراه اكبر نسبه مخدرات والمراه اكبر نسبه. لا يا فندم، هو ما قالش، هو ما قالش واكبر نسبه قتل. لا مش الكلام ده. لا 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 لا، هو انا استاذ سعيد، استاذ سعيد، في تصريح رسمي، في تصريح رسمي للواء عبد العزيز خضر، والتصريح موجود في موقع جريده الفجر. طب نسمعه وبعد كده ناخد. في تصريح رسمي لسياده اللواء عبد العزيز خضر ده من 2016، وركزت الارقام في التواريخ، بيقول ان في 60,000 ام قتلوا اطفالهم ارضاء لعشائهم. لا 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 لا، ده تصريح رئيس مباحث العاصمه. انا 60,000 ام، 60,000 حاله قتل بايد الام للطفل بمساعده العشيق. انا نفسي نفسي في حادثه واحده اب قتل اطفاله فيها. مفيش، لا مفيش. ممكن تتحط تحت ضغط نفسي. ما عشان كده بقول نخفض سن الحضانه ونخفف عنها يا استاذ. فجأة جالها اكتئاب. لا معلش حضرتك، ما انا بقول نخفض سن الحضانه ونخفف ضغط عنها. لا لا، ما هو انت بتشيلي المراه كده اكتر من هو عايز يشوه. لا 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 لا، انا مش زوجه والمراه والكلام ده كله. المراه، المراه، المراه بالنسبه لي ام واخت وطفله وابنه، 100% من المجتمع. طب استاذه سلمى، وامك وامي واختك واختك. جميل، طبعا طبعا، كل تاكيد وكل الكلام ده. جيل مواليد سنه كام يا استاذ؟ انا سالت حضرتك وما جاوبتيش. جيل مواليد كام؟ امي وامك من جيل ما كانش فيه قوم مراه، ما كانش فيه جمعيات نسويه، ما كانش فيه حقوق مراه، ما كانش فيه حريات المراه. لا، كان امي وامك من جيل تاني غير الجيل بتاع دلوقتي. حاجات باختلاف، لا كان عندهم اصول وعرف عايشين بيه قبل القانون. لا لا لا، اختلاف قبل القانون. تطور بقى حضرتك. انا من مجتمع ريفي يا استاذه، وانا لسه طفل عندي 19 سنين. لما كنا بنعرف ان واحده اتطلقت كان بيبقى في مشكله. لا ده مش في العيله عندها على كلها فكرة خالص. هو حقها ان هي تتطلق، بس تتطلق طلاق شرعي، تعيش في جحيم فتكتئب، تطلق طلاق صحيح شرعا، فتمرض نفسيا، يا استاذة جاوبيني، تطلق طلاق شرعي ولا طلاق غير شرعي؟ تطلق طلاق صحيح مطابق للشريعه الاسلاميه ولا طلاق غير صحيح؟ هو حضرتك ده مش ايهما اكرم للمراه المصريه؟ لا، اللي هو اللي ربنا شرع بيه، اللي ربنا شرع بيه. طيب اذا كان 84% من حالات الطلاق خلع، مع الاخذ في الاعتبار ان انا مفيش زوجه اختلعت مني على المستوى الشخصي، انا ماليش دعوه، انا مش متضرر من القانون. استاذ سعيد الحقيقه هراجع في قانون الخلع حاجه واحده بس، هراجع في قانون الخلع حاجه واحده بس، اتشرف ان انا احطها للتاريخ من المنصه الاعلاميه المحترمه. نراجع مضبطه مجلس الشعب سنه 2000 اثناء تشريع قانون الخلع، فيها الرد الشافي الوافي المعافي، رد فضيله الدكتور ناصر فضل واصل مفتي الجمهوريه في الوقت ده، رفض القانون بشكله الحالي وطبق بالمخالفه للشريعه الاسلاميه. تمام، يعني انا مش مسؤول ان في قانون بنلجا ليه وهو غير مع زوج عصبي مدمن ما بيصرفش على البيت. في احصائيات رسميه بتقول الكلام ده يا استاذ، في احصائيات رسميه بتقول الكلام ده. طب استاذ سعيد، وما زال ما زال ما زال ما زال الحقيقه الملف مفتوح. انا بالنسبه لي اللي عايزه تتطلق مع الف سلام وقتنا استاذ سعيد. احنا ما بنسبيش النساء، احنا كشرقيين عامه، انا بتكلم بشخص، احنا كشرقيين عامه للاسف. انا بتكلم بشكل فردي على فكره، ولا حضرتك لينا لقاء تاني. بتكلم في الانجنرال دكتور سلمى بعد اذن حضرتك. طبعا المجال مفتوح. لا انا مش دكتور لسه ان شاء الله. الملف باذن الله الملف مفتوح. خبير طبعا علم الطاقه، الملف ما زال مفتوح اعزائي المشاهدين. في الحلقات القادمه ما زال طفل، احنا كل قاعدين دلوقتي عشان خاطر اطفالنا، اطفال المجتمع، نطلع طفل سوي.
انا بشكر الباحث الاجتماعي استاذ سعيد العراوي، اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على حضورك الحقيقه. شكرا استاذه سلمى الحقيقه على حضورك، انا بشكرك، شرفتيني يا فندم. اعزائي المشاهدين، نورتوني في حلقه من حلقات الحياه، كانت المناقشه ساخنه وبنحاول بقدر الامكاني ان احنا نهدى شويه عشان خاطر اطفال مصر. في نهايه حلقتنا اعزائي المشاهدين، بشكر مخرجنا الكبير استاذ محمد كيلاني، والمخرج المنفذ استاذ عمرو عمر، والمهندس الصوت استاذ علي حسنين، والفي تي ار استاذ محمد شحاته، واحمد حافظ الحقيقه الدينمو الكبير نائب مدير الانتاج، ومحمد عزب مدير التصوير. اعزائي واستاذ طبعا سيد نجيب طبعا الاضاءه كلها الحقيقه النهارده، واستاذه اسماء جمال الصوت. النهارده الحقيقه كانت الحلقه كلنا قاعدين عشان خاطر الطفل، اطفال مصر الحقيقه، ولا ملناش اي اغراض اخرى، ولا مع المراه ولا ضد الرجل ولا ضد الرجل ولا مع المراه، احنا عشان خاطر اطفال مصر، عشان خاطر يطلع طفل سوي لصالح البيت الصغير اللي هو الاسره، وصالح البيت الكبير اللي هي مصرنا الحبيبه. بناشد من هنا القادة السياسية العليا لإنقاذ أطفال مصر من الضياع. إحنا عندنا 12 مليون حالة طلاق في مصر في سيادة الرئيس، نتمنى التدخل عشان حتى كمان حكم قضائي واخدينه ومش عارفين ينفذوه الحقيقة، بتأجل من على مدار 4 شهور بتأجل، والقضية السبت القادم. أعزائي المشاهدين، كنت معاكم الحقيقة مبروك حسنين، نلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله، وتصبحوا على خير.